مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقات مسار مهنتي على كنار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف في هذا البرنامج اللي نتحدث فيه دائما عن المهن وكيف تستطيع ان تعادل شهادتك وكيف تستطيع انك تعمل في مهنه معينه، خاصه اذا لك خبره او باك جراوند في هذا الموضوع في دول سابقه، نحكي عن ميدل ايست او نورث افريكا او اي دوله اخرى يعني عشت فيها وحابب تشتغل نفس المهنة. حكينا عن مهن كتير في هذا البرنامج، وصراحة يعني كنا الحمد لله موفقين في إيجاد واختيار أشخاص لهم الخبرة والكفاءة أنهم يتحدثوا عن طريقة معادلة الشهادة والحصول على تصريح عمل إذا احتاجوا تصريح العمل. حكينا كتير أمور، ولكن أكيد مش هنقدر نغطي كل المهن، عشان هيك بنطلب منكم إذا في حدا عنده مهنة وحابب يتكلم عنها ويفيد غيره وحتى يدعى له بظهر الغيب كما يقال إن شاء الله بالرحمة والمغفرة لوالدينا ووالديكو، ممكن يتواصل معنا عشان نعمل معه لقاء. اليوم حنعمل لقاء مع صديق عزيز أنا أتشرف أني أكون معه عن مهنة يمكن كتير ناس بيسألوا عنها، ولكن للأسف ما وجدنا أي شخص. أول ما عرفت أنه بيشتغل في هاي المهنة مسكته هيك قلت له يا طارق لازم تساعدنا. خلينا نرحب بطارق حداد. اهلا وسهلا فيك يا طارق. فيك حبيبي جمال، انا طارق حداد وبشتغل حداد. يعني هيك فتحت الموضوع. يعني المهنه عاده احنا العائله بس سريعا تعطى للمهنه، يعني يمكن جد 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 جدك كان حداد في الزمانات وكثير مهن النجار مظبوط، يعني مهن كثير كانت خطيب اللحام يس، فيمكن لكل مجتهد من اسمه نصيب. نعم. طيب طارق، احنا اليوم حنتكلم عن مهنة الحداد في كندا. شو المطلوب؟ كيف تقدر تشتغل؟ هل مطلوب تصريح مش مطلوب تصريح؟ هل مطلوب تعمل سيفتي مش مطلوب؟ كل الأمور حنحاول نجاوبها، ولكن في البداية حابب تعرف الجمهور بنفسك، من هو طارق؟ قديش لك في كندا؟ وين عايش؟ ومهنة الحداد هاي من وين اجت؟ حنحكي عنها بعدين. تفضل يا طارق. يا سيدي جمال حبيبي، thank you very much على الاستضافة. بدي أعتذر من الجمهور شوي مرات لأنه منتعلم الكلمات بالإنجليزي خصوصا بمجالنا، بصف يمكن أصفن هيك مش عارف أنا شو ممكن يكون، فبفضل مرات بعض الأشياء التقنية الواحد يحكيها بمسمياتها، حتى الواحد حتى لو بده يتعلمها يعني هون في كندا يكون عارف آه والله مرت علي هاي الكلمة هو هيك قصده، لأنه ده بترجمها للعربي بتطلع مش هي. فالفكرة يا سيدي، أنا هون أنا من عمري 40 سنة، العمر كله لك. عندي ولد وبنت، 5 سنين وثلاث سنين بنت. طبعاً مهنة الحدادة إحنا عندنا تصور في الوطن العربي، أنا من الأردن أصلاً، صار لي في كندا 14 سنة. بدي أقول لك كيف تصور الوالد عن الحدادة. يابا بديش إياك تطلع حداد، بدي إياك تروح على الجامعة عشان تكمل تعليم وتأخذ وظيفة كويسة وما تتعب هالتعب. رحنا على الجامعة وعملنا الشهادة وخلصنا، اجينا على كندا كان معي بكالوريوس أدب إنجليزي، فقلت أكيد أنا مش راح أعلم الكنديين الإنجليزي. فاللي صار إنه في أيام الأردن يعني لما كنت موجود مع الوالد في المصلحة كنت بعملها بالصيفية لما بدهم مساعدة، الحم يابا معنا، وقف معنا، ارفع ضب العدة، بتعرف شغلات البيسك يعني هيلبر خلينا مساعد. فما تبحرت في الحدادة في الأردن هون، يا كانوا بتعرف كيف كان أبوي بالصنعة وإخواني ساعدوه وكانوا واقفين معاه بالمحل بالمحددة، كان عندنا شغيلين ثلاث، بس أنا كنت زي ما تقول الطفل المدلل، بلاش يابا تنزل على المحل، بلاش توسخ عليك، عرفت كيف؟ فأجينا على كندا طلعنا إنه رجعنا للشاكوش ورجعنا للإحدادة لأنه مش راح أعلمهم إنجليزي. فالبداية كانت إذا بدي أرجع للبداية بالضبط، أول ما أجيت على كندا سألت حالي السؤال، أنا شاب عمري 26 سنة، شو أسرع طريقة بقدر أعمل فيها مصاري؟ هذا كان سؤال المنطق. أعادل شهادتي بالإنجليزي وتروح سنة معلمين وقصة طرمة فقلت أنا بالصدفة كنت بتيم هورتنز في هاي الجريدة الصن عرفتها، ففي عليها كان صورة حداد لحيم، قلت أنا هاي اللي بدي أدور عليها. سبحان الله، عندي شوية خبرة عن الحام وما الحام، بس من وين ببلش؟ ف
فأنا بأياميتها كنت على الويلفير، فرحت عند هاي المسؤولة قلت لها أنا بدي أتعلم الحداد، أنا عندي خبرة وبدي تساعديني أخذ الكورس تبع الحداد. قالت لي أوكي، إحنا عندنا برنامج، لأنه الشركة اللي أنا لقيتها على الصحيفة كانت شركة خاصة، فهم قالوا لا إحنا ما منوديك على شركة خاصة، منوديك على معهد اسمه School of Technical Trades، كان في سكاربو على ووردن ستريت. فأنت بتروح، الحكومة بتدعم إنه أنت بتروح تتعلم الحدادة عشان تجتاز الامتحان الأولي. بس للعلم طارق، أنا بدأ أعطاك أحياناً، هذا السكول اللي حكى عنه طارق مهم جداً تعرفه عنه، لأنه بعطي تريدز لمعظم الصناعات كالإلكتريشن، البلامر، النجار، فكتير شغلات عنده. أي واحد في أنتاريو، لأنه هو لأنتاريو، ممكن يراجع الويب سايت تبعهم. تفضل كمل يا طارق. فاللي صار انه بالمفهوم البسيط انه احنا زي ما احنا متعودين انه الحام اللي هو الحام اللي احنا بنعرفه سلك الحام، ولا تتطلع بالكهرباء عشان ما توجع عيونك وهيك باكون. فاللي صار انه لما اجيت دخلت في المجال اكتشفت انه ما فيش شيء انت وانا وياك بنساويه بالنهار ما في الحام. اوكي، طيب هسه البلوزة هاي تبعتي أنا شو فيها الحام؟ الماكنات اللي عملت هاي البلوزة تلحمت تلحيم عشان بنوا الستركتشر تبعها. وين الماكنة محطوطة بالهانجر؟ لحموه عشان يصير فوقيهم سقف. فأنت بتيجي بتقول واو، إنه عمري ما فكرت أنا بالموضوع إنه كل شيء منسويه بحياتنا الحام داخل فيه. تخيل أنت كيف الموضوع البسيط. فالمعادلة أو الشيء اللي خلينا نقول معظم الحدادين اللي أنا يعني الموظفين اللي عندي بيكونوا عارفينه، اللي هي الحدادة تبعت سلك اللحام، وهذا اللي إحنا بنعمله. بس لما تبحرت شوي وطلعت على الاندستري، يعني على الصناعات، اكتشفت إنه الحدادة شغلة كبيرة، من حيث إنه على الأقلية في 5-6 أنواع الحام غير اللي أنا بعرف. يعني مثلاً الشيء الأساسي للحام اللي هو سلك الحام اللي بيبنوا فيه الجسور لبيوت، يعني هسا أي بيت دائماً بيكون فيه البيم اللي ماسك الستركتور تبع البيسمنت، والطابق الأول بيكون فيه عمودين بتعرفهم، يا مدورين يا مربعين. كل صاحب بيت بقول لك كيف بدي أغطي هالعمود، بس هو اللي شايل البيت ملحم تلحيم. فالفكرة إنه الحام زي ما إحنا بنعرفه بلش من هناك. هلأ طيب شو في غير الحام؟ أي شخص جاي جديد إذا عنده خبرة هذا الحام بيقدر يخش بأي مجال ثاني بالحام. ليش؟ لأنه الحام يدخل في المانيفاكتشرينج للسيارات. يعني مثلا أنا أول شغلة اشتغلتها بعد ما خلصت المدرسة تبعت الحام اللي علموني إياه، كانت ألحم الأكزوستات تبعات السيارات اللي ما بتمشي على الطريق، يعني الجولف كارت، دراجات، جون دير، هذول اللي بتعرف التراكتورات وما تراكتورات. ولكن بيستخدموا نوع الحام مش زي اللي احنا بنعرفه، مش سلك، هو بتيجي زي رول جوا ماكنة وبيطلع السلك منه وبتشتغل على الغاز. هلا الفكرة من الحام، سلك الحام هو عبارة عن نوع من أنواع الحديد، وفي مغطى فلكس كور اللي هو البودرة اللي حواليه هي اللي بتعمل الفيوجن وبتعمل الصهر عشان الحام يمسك وما يضل يعلق الحام يعني. فهاي طريقة من أنواع اللي هو الفلكس كور، اللي هو السلك المغطى في هاي المواد الكيماوية اللي بتعمل صهر للحديد. في عندك النوع الثاني اللي هو الواير اللي بيكون طالع من الماكنة، ولكن بيجي عليه زي كب هيك اللي بيطلع من محله السلك، اللي فيه عليه غاز، اللي هو الغاز اللي هو الميكست غاز، CO2 غاز وأرغون غاز. هلا هون انا بالنسبه لي هاي كانت هاي شو، اضرب لك مثال، انه كان في عندي انا ولا يزال عندي شاب عراقي اسمه رمزي، كان يشتغل في العراق لمده 30 سنه حداد. فلما اجى عينته عندي يساعدني بالمحل، جرب اول يوم، ثاني يوم قال لي هاي الماكنه انا ما بعرف الحم عليها، انا متعود على الماكنه تبعت السلك، هاي شغله صعبه لي ما بدي اياها. والله عاد داوم يومين ثلاث وترك. رجع رد علي بعد اسبوع قال لي والله انزهقت بالبيت، بقدر ارجع اجرب مره ثانيه؟ قلت تعال اهلا وسهلا فيك.
هلا رمزي معلم في هاي النوع الحام، كل الموضوع ما هنالك انه تعود على طريقه الحام هاي. Yes. هلا في كمان حام نوع ثالث اللي هو التيك، بيدخل فيه الستانلس ستيل، بيدخل فيه البراس، بدناش نفرع احنا الموضوع. ولكن اي شخص حاب انه يدخل في مجال الحداده، هو مجال واسع جدا. واسع كيف؟ انت بتقدر تشتغل في مصنع، او تقدر تشتغل مع الكونستراكشن اللي هم الناس اللي بيبنوا البيوت. المصلحة هاي اللي احنا فيها دائما تطلب عمال. يعني هسه انت بتقول لي بدك عمال، مطلوب بكثرة. مطلوب بكثرة. هلا الحام، معلش، تقريبا الافريج ريت تبع الساعة كم؟ اوكي، هلا هون بنيجي احنا للتفاصيل المتوسط. المتوسط، بس خليني اشرح لك كيف الامور ماشي. حسب نوع الشركة اللي انت تشتغل فيها. بمعنى شركات الكونستراكشن الكبيرة اللي بتبني جسور، بتدفع راتب ببلش خلينا نقول من 22 دولار على الساعة ل 45 دولار على الساعة. واو. نعم. الشركات الأصغر شوي اللي خلينا نقول زي شركات الحداد اللي بتعمل درب زينات، محجلات، اللي بتلحمها، ما بيكون عندها نفس الكاباسيتي كضخامة، فبتبلش خلينا نقول من 17 ل 30 32 35 حسب انت قديش بدك تعطي في الموضوع. هلا مرات كثير انت ممكن تبلش في اي نوع مجال انت بدك تشوف وين مستقبلك. يعني مثلا من الاشياء والمجالات الاساسيه اللي هو الموبايل ويلدر. الموبايل ويلدر اللي هو بيلحم سيخ اللحام، ولكن لازم يكون عنده 4 شهادات سيرتيفايد ويلدر من الكنديان ويلدينج بيرو. هاي اللي بتاهله انه يكون عنده ترك صغير عليه مكنة اللحام، وبيصير هو يبلش شغل لحاله كسب كونتراكتر مع الشركات الكبيرة، يركب لهم بيمات، يلحم لهم بيمات، بيشتغل بوقته، ساعته عالية، بيشتغل ككونتراكتر. بس هو لازم يبلش في شركة إذا بده هذا المجال، يعني إذا بده يكون عنده البزنس الخاص تبعه. بيقدر يبلش بشركة عشان هاي الشركة تكون سيرتيفايد، يعني مرخصة. كيف العملية بتتم؟ أنا يعني من تقريبا السنة الماضية اجتزت الامتحان اللي هو Certified Welding Supervisor. أنا وإنجليزيتي كويسة وصار لي بالمصلحة 10 سنين. الكتاب كان عبارة عن Open Book 859 صفحة. أنا بيقولوا لك هذا السؤال وطلع الجواب. رسلت الامتحان 4 مرات. فهو صعب جدا، لأنه في معلومات، يعني إشي بيلزمك وإشي ما بيلزمك. بس الفكرة إنه أنت مجرد ما صرت سوبرفايزر، which is أنا هلا الحمد لله شكرا لرب العالمين إنه أنا قدرت أكمل وصرت سيرتيفايد سوبرفايزر. شو يعني هيك؟ لازم يكون عندي خبرة 5 سنين وأكون سيرتيفايد. شو بقى أنا بقدر أعمل؟ بقدر أعمل سيرتيفيكيشن لكومباني. يعني بقدر أنا أجي على كومباني وأقول لهم منجيب إحنا مهندس بيطلع على شغلنا، بيعطينا رسومات مختومة بطبيعة عملنا، وأنا بعمل الرخصة للشركة وللموظفين تبعها. أوكي. فهلأ أنا بقدر أرخص الموظفين أو أي شخص بده يكون يحصل على الشهايد هذول، أحسن ما يروح على School of Technical Trades يتعلم هناك، بيقدر يجي يتعلم عندي، وبيقدر يجي يحصل على انه يكون مرخص الشهادة. أوكي. ولكن بيظل تحت اسم الشركة اللي هو ترخص معها، اللي هي احنا مثلا سميث ميتال وركس. فهلا انت اول شهادة مطلوبة بشكل عام، حنحكي عن الشهادات بس طارق، خلينا نحكي شوية عن حسنات هاي المهنة وسيئاتها برضو من ناحية تانية. خلينا نكون فير مع الناس، خاصة الاشخاص اللي بدهم يبدوا هاي المهنة ما اشتغلوها قبل. اوكي. هاي المهنة زي أي مهنة ثانية. أي شركة أنت بتبلش فيها، بتبلش فيها من الصفر. بمعنى أنت بتكون لحيم، بس في مجالنا هون في كندا ممكن أنت تكون بس لحيم. يعني مثلا أقول لك مثال، أنا اشتغلت يوم واحد في شركة اللي بتصنع طواحين الهواء. طاحونة الهواء أنا قضيت طول اليوم 8 ساعات الشفت تبعي كامل عشان ألحم هالقد بهالقد.
بضلك تعبي الحام رايح جاي. أوكي. يعني أنت عبارة عن ماكنة زي الروبوت. هاي الأنواع من الشغل ما إلها مستقبل، لأنه أنت بس لحيم. أنا والله بلحم، بتلحم وظلت تلحم طول عمرك، بتبلش ب 22 23 ممكن توصل 30، بس مخك ما بتطور، ما بتتعرف على أشياء جديدة، ما بتتعلم شيء جديد. ولكن إذا أنت بلشت بشركة خلينا نقول صغيرة زي ما أنا بلشت، بلشت لحيم، تعلمت كيف بيعملوا الدرب زينات، فتحت مصلحة حالي، مصلحة إلي، وهذا اللي أنت اللي بتقدر توصله. ممكن يكون عندك أنت المصلحة، فأنت بتقولي شو حسناتها. أنت ممكن تعمل البزنس تبعك. يعني أنا عدم المؤاخذة، قبل ما يخلص قبل ما يجي الكوفيد كان عندي 24 موظف. هسا بعد الكوفيد رجعنا 9، لأنه الشباب راحوا على الكونستراكشن وأخذوا الكونستراكشن واشتغلوا فيه، شباب ما قدروا يرجعوا والشغل نفسه ضعف. ولكن جوابا على سؤالك، حسناتها بتقدر أنه أنت تطور في حالك في هاي المهنة وتكون كونتراكتر لحالك وتطور من حالك وتأخذ الشهايد وتعمل دخل خلينا نقول يتراوح بين 80,000 و150,000 كسب كونتراكتر، which is very good. يعني خلينا نحكي للناس اللي طبعا طبعا انت المهندس هون ببلش 45,000 صحيح، خرج من الجامعة او 50,000 whatever the case might be، وبتقدر تظلك تلحم طول عمرك قاعد وتلحم. فمجالها واسع. أنا بعرف شباب اثنين أصحابي عندهم 60 موظف بلشوا بالحدادة. فأنت مجال الحدادة في أكثر من نوع، في تصنيع، في للسيارات، في تعمل يعني بس تلحم للسيارات، في تعمل فرنتشر يعني أثاث وعفش وأشياء، عرفت كيف؟ فأنت المجال هلا في عندك البايب ويلدينج اللي هو زي تبع ألبرتا، الناس بتروح على ألبرتا من 45 ل 60 دولار على الساعة. فهمت كيف؟ فكل الناس بيروحوا هناك. فأنت حسناتها إنه إذا أنت تعلمت المصلحة، لأنه اللحام في عالمنا عبارة عن 5% وما تبقى المصلحة نفسها. نعم. مصلحة المانيفاكتشرينج مثلا، مصلحة طيب. السيارات، مصلحة البيز. في العكس هل لها سيئات مثلا على الصحة؟ أوكي، سيئاتها على الصحة. بالوضع الطبيعي اللي بلحم كثير عيونه بيخربوا قبل الناس الثانيين، هذا طبيعي معروف يعني، لأنه بتعرض للحام والأشعة القوية كثير. هلأ كل الناس نظرها بضعف، بس اللحيم شوي أسرع لأنه دائما هو بيطلع على اللحيم. هسا الفكرة وين؟ الإنسان المجتهد اللي بمر بمرحلة التلحيم فترة بسيطة. أضرب لك مثال بأي نوع شغل. أنت ممكن تبلش من التجليخ، بس تجلخ وتنظف أشياء، بعدين شوي بتصير تلحم، بعد شوي بتصير تجمع، يعني أنت تعمل الفريم تنقطه وناس ثانيين يلحموه، بعد شوي إذا أنت كنت شاطر ممكن تصير مسؤول عن القسم هذا. فأنت ما بتظلك تلحم يعني أنا والله بلشت لحيم بدي أموت لحيم، لا، أنت بتبلش وبتكبر نفسك مع الشركة حسب أنت شو حاب. فهمت شو قصدي؟ فسيئاتها إنك أنت تقبل بس بدي أظني هيك صغير ولا حمو مبسوط بهالراتب، هاي سيئاتها، إنه ما يكون طموح. يعني أنا سريعا بس لأن يمكن تخصص شوية، هاي بسموها professional diseases زي ما حكى الأستاذ طارق، العيون برضو، التنفس أحيانا بيصير عندهم استنشاق للأغبرة الكبريتية والأشياء الحديد هاي، مفروض يكون طبعا. هلا حنحكي شويه عن هذا الموضوع مع الاستاذ طارق، اللي هو كيف الواحد باخذ سيفتي وبنتبه لصحته. في بلادنا للاسف يمكن ما بركزوا كثير على موضوع السيفتي تريننج، بس هون اكيد في كورسات لازم يخلصها، فحنحكي عنها عشان كيف الواحد برضه ما يمرض. طيب خلينا نبدا الان بموضوع المعادل، بنقسمها قسمين. واحد كاين شغال، معظم اللي بيشتغلوا في بلادنا ما عندهم شهادات فيها، بس عنده خبرة 10 سنين 15 سنة وإجا فيها على كندا شو بده يصير، والتاني إجا على كندا ما عنده أي شيء وبده يدرس هاي الحام. يعني أنت مريت في المرحلتين، فلو تحكي لنا شو اللي صار معك. أوكي. الخبرة بناءً على الخبرة، أنا بفسر لك كيف.
هلا ناخذ رمزي كمثال. رمزي معلم يعني بيجمع، بس رمزي ما كان عارف يلحم، ف اتعلم واحد كيف يصير زي رمزي بدها سنين، لانه بيعرف كيف يربع، بيعرف كيف يجمع، فهو بيكون جاهز بس انه يتخطى مرحله تعلم كيف اللحام زي ما احنا بنعمله. ولكن اللي بيجي بده يتعلم هون بده يتعلم الصنعه بعدين، يعني بالنسبه له راح يكون اسهل عليه يتعلم اللحام لانه صغير وشاب وبده يساوي، ولكن اصعب عليه يتعلم المهنه. بنفس الوقت رمزي بقول لك انا تعلمت الحداده في كندا. ليش؟ لانه كله على الدروينجز، لازم يقرا الدروينجز، لازم يمسك المتر. طبعا اول مشكله بتواجه اي شخص الانش والسنتيمتر. كل اللي بيجوا بالوطن العربي بقول لك انا عمري ما اشتغلت بالانش، بس اعطيني شويه وقت افهم شو معنى الانش. بيشتغلوا بالسنتيمتر والمليمتر. فهاي اول شغله بدهم يتخطوها، انه يتعلموا اللي خلينا نقول الامبيريال مش المتريك، وبعدين يطبقوها. هلا اللي بيجي بده يتعلم هون بتعلم على الانش على طول مرتاح. فهمت كيف؟ هلا بشكل عام اذا انت بتلحم واجيت لهون بتكون عمليه انك تتطور في هاي الموضوع اسرع، ولكن صدقني زي ما قلت لك عمليه اللحام هي جزء بسيط من الاندستري. يعني كيف تلحم از ايزي، بس كيف تقرا الدروينج هون الصعوبة. إذا لابد من الحصول على بعض الكورسات عشان تدخل سوق العمل صح؟ هلا مش بالشرط كورسات، لأنه كل شركة عندها ستاندرد معين بتطبقه. يعني لو اشتغلت في هاي الكومباني بتلاقي إنهم بيطبقوا بس أشياء معينة من الحدادة، بتروح على شركة ثانية بيطبقوا أشياء ثانية معينة. فأنا مثلا ممكن تلاقي واحد شغال خلينا نقول ستينلس ستيل، بيجي عندنا إحنا بنعملش ستينلس ستيل، نحن بنعمل مثلا مايلد ستيل او اللي هو الايرون العادي. عرفت شو قصدي؟ او واحد بيشتغل بالفري فور جي وبيلف الحديد، وهي بروح على شركه ستانلس ستيل بيعرفش يلحمها لانه ما مرش عليه، كله شيت متل وتطعيج وباكسز واشياء زي هيك. عرفت يعني كيف؟ فبشكل عام القادم الجديد لازم يبحث اول شيء عن شركه عشان تتبناه، يدرس هاي الشغله او يخلص هاي الامور اللي بدها اياها الشركه. صحيح، كل شركة كل شركة بتعمل سيرتيفيكيشن للموظف تبعها حسب كبر الشركة. نعم. يعني كل ما كانت الشركة أكبر ومعتمدة كل ما كانت سيرتيفايد. لأنه كل عندها ناس زيك سوبرفايزرز وهم اللي بعطوا ال أوكي. يس. بالوضع الطبيعي يكون عندك شوية خبرة بالمعلمانية خلينا نقول بالتريد كمعلم بيساعد كثير بالشغل، يعني ببين. عرفت كيف؟ طيب هلا واحد ما عنده صفر وبدي يتعلم هاي المهنة شو بدي يسوي؟ بدي يروح يدور على أي حدا. شفت كيف العملية مع سهلة؟ لأنه أنا بحكي عن نفسي، أنا هاي الشركة عندي إلي يعني، فأنا بحكي عن نفسي، أي شخص حاب يتعلم أنا بعلمه واحد، ولا ببخل عليه بأي معلومة. كل اللي بدي إياه منه إنه يكون ديديكيتد، جاي بده يتعلم، بده يتطور، واحنا بنساعده في كل المراحل، وين يكون وين يكون وين يكون وين يكون. يعني هلا مثلا انا جاني شاب جديد عراقي اسمه فيليب. فيليب كان عنده خبره، اول ما بلش اتفقت انا وياه على سعر معين، بعد اسبوعين زدته $4. واو اوكي. بالساعه بتحكي يعني؟ طبعا بالساعه. ليش؟ لانه بيستاهل. من صح من وجهة نظر. عفوا طارق، انت عم بتعلمه وبتعطيه فلوس كمان يعني؟ يس. انا مش شوف، انا بوجهه لانه متعلم، هو بيعرف كيف يلحم لانه اشتغل في تركيا. بتعرف اخوان العراقيين او السوريين بتشحططوا شوي قبل ما يوصلوا. فهو بتركيا تعلم، بس انا علمته على اسلوبنا على طريقتنا. اوكي. فهو انا ما غلبني اعلمه كيف يلحم، ما غلبني بالمتر، ما غلبني، جاهز بس بدي أعلمه شوية معلمانية إحنا كيف نشتغل. فأنا لأني إنسان بحاول كل جهدي أكون منصف، فقلت له أنت سعرك هيك، لأنه بالوضع الطبيعي حتى تعلم واحد لازم هو يدفع لك. مظبوط. تروح على الجامعة تدرس عشان تتعلم عشان تكون مؤهل تشتغل. هلا إحنا من أهلك وبنعطيك مصاري. عرفت؟ فأنت قاعد تؤهل تأخذ مصاري وبتعامل مع شخص. يعني أنا بتذكر بزماناتي وين كنت أشتغل، كان في شخص بولندي
المسؤول، بقول له يا زلمة علمني، علمني كيف هاي القياس أخذته، كيف هاي عملتها، بعلمك 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 بعلمك، وراح أتولى علمني. لأنه إذا علمني راح أخذ محله. أوكي، خلي خوفه. طيب إذا واحد ما عنده حدا، بيروح على الكوليج هذا اللي حكينا عنه، هل بأخذ منه فلوس ولا مجاني الكوليج هذا؟ يأخذ منه تقريبا كم المبلغ على؟ والله ما بعرف، بس إذا هو من الحكومة، الحكومة بتساعده. أوكي، إذا كان على الويلفير أو قادم جديد، معظم الوقت الحكومة بتساعده. أوكي، هلا أنا لما رحت على المدرسة، هو في 4 امتحانات لازم أنت تأخذها، يعني 4 شهايد الأساسية. لما رحت أنا على الـ على الـ على المسؤولة، دخلتني بأول برنامج، بس أنا لأني بدي أشتغل وبدي أطلع مصاري وحاب أشتغل، اتعلمت الأول والثاني، قلت لها بصير تدفعي لي الامتحان الثاني؟ قالت لي إذا أنت بتقدر. فتعلمت على الأول والثاني ونجحت فيهن اثنين ودفعوا لهم. أوكي، فإذا أنت حاب تتطور وتتعلم بيساعدوك. حلو حلو. وبعديها ما في مسترجع، ما بقولوا لك رجع الفلوس. لا لا لا. أوكي أوكي، بيرفكت. وهدول الامتحانات تقريبا غالية لو بده واحد يسويهم حسابه بشكل عام، خلينا نحكي. بدك تفكر إنه كم من ساعة أنت بدك حتى تقدر تطبق الامتحان وتجتاز فيه. يعني بالوضع الطبيعي الامتحان I think 150 ل 250 دولار كامتحان، بس لازم يكون تحت شركة. بس انت قديش تأخذ وقت تعليم؟ اسبوع، اسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع. فأنا بعرف مرة جاني موظف كان فلبيني، كلفوا الكورس من الألف إلى الياء 12,000. هذه تقريبا التكلفة كاملة، تكلفة كاملة. بس هو أنا يعني هو كان ولا حد صفر. حتى لما اشتغل عندي ظل أسبوع وقلت له أنت يعني كيف بدي أقول لك، أنت تعلمت كيف تجتاز الامتحان، هسا بدك تتعلم كيف تطبق هذا الشيء في حياتنا العملية. ما لا أنا هون هيني امتحنت. بس الامتحان شيء والتطبيق العملي شيء، أنت فاهم كيف؟ الامتحان تأخذ فيه لايسنس، صحيح؟ yes. Yes. اللي هو بأهلك للعمل في هاي المهنة. yes. طب بس سؤال سريع طارق، أنت بالنسبة لك أكيد لغتك شوي قوية لأنه كنت أنت دارس أدب إنجليزي ومعك شهادة في الموضوع، لكن بالنسبة لواحد بتعرف في ناس خاصة الحرفيين بكل لغتهم اللي جاي من دول عربية، خلينا نكون أضعف من الأكاديميين شوي، إلا من رحم ربي اللي عايش في دولة مثلا كان أجنبية، هل اللغة الإنجليزية المطلوبة قوية جدا لهاي ولا ممكن لا. وسط إنه يجتازها؟ لا حلو، هذا مش مهم جدا. أضرب لك مثال، شوف كيف بتتم العملية حسب الدائرة اللي أنت فيها. أضرب لك مثال، أنا الشباب اللي بيشتغلوا عندي أو اللي بيساعدوني، أنا بحبش بقول يشتغلوا عندي لأنهم بيساعدوني، أنا بعتبر حالي تيم معاهم، أنا الله يخليكم لبعض وبيهم، أنا معاهم تيم بيساعدوني. كل شاب كان يجيب لي شاب، هلا لما بيجيبه بيشرح له عن شغلنا بالعراقي. بالمناسبة أنا تعلمت أسماء الحديد بالعراقي. كل العراقية عندك. لأنه مثلا أضرب لك، إحنا بنقول مبسط، هم بيقولوا رستا. مثلا يا رمزي بدنا مبسط انش، يعني رستا وان انش. قلت له ايوه رستا وان انش. فتعلمت ايش مربع بوري مدور، عرفت كيف؟ فتعلمت لانه اسهل لي اتعلم لغتهم. فمعنى الكلام يعني انا تعلمت اسهل كان من هم يتعلموا، انت متخيل كيف؟ فاللي بدي اقوله هي انا في شباب اخرين، يعني في شاب ثاني اجا كان يساعدني، كان يشتغل بشركة كبيرة. فأنت لما بتيجي مثلا، خلينا نقول أنا كصاحب عمل بقول يا شباب تعرف حدا يدور علينا مثلا، وأنا بفهم شوية إنجليزي، بقول له وات، في صاحبي إنجليزياته ضعيفة بس بقدر أحكي معه. إذا إجا وأنا كصاحبه شرحت له أنه اعمل هيك وفهم، خلص أوكي. المهم بيفهم الانستركشن، هو بيفهم الانستركشنز إلا يلاقي حدا جوا يساعده. لأنه معظم الأوقات بتتم، يعني مثلا معظم الشباب اللي عندي هم مجابوا بعض، يعني فيليب اجى عن طريق سامي، بيعرف رمزي، رمزي اللي بيعرف، عرفت كيف؟ هيك
عملية. هاي الرخصة اللي بأخذها الواحد بعد امتحانين الأول والثاني، الثالث والرابع حكتنا هدول very professional لشغلات معينة عشان تصير supervisor صح؟ لا هم كلهم مطلوبين للعمل في مجال معين. أوكي الأربعة مطلوبين. يس. أوكي طيب الشهادة خلصتها وأخذت أنا اللايسنس وكل شيء تمام، هل كل سنة لازم أقدم امتحان؟ هل كل سنة كل سنتين لازم؟ بتجدد. أوكي. تجدد الرخصة تبعتك. يس. أوكي. هل في إنشورنس لازم أدفعه كشخص على المهنة؟ لأنه في بعض المهن مجبر إنك تدفع إنشورنس عليها. لا. صاحب العمل بيعمل الإنشورنس العادي. أوكي. السيفتي، موضوع السيفتي أكيد له أهمية كبيرة في عملكم. هل في كورسات لموضوع السيفتي بتاخذوها ولا لا؟ نعم حسب again حسب نوع الـ الشركه. هلا اول شركه انا اشتغلت فيها انا اخذت كورس عشان اكون السيفتي سوبرفايزر، يعني ودوني، لانه باي شركه لازم يكون انت عندك الفيرست ايد كيت، ولازم يكون في بروسيجر معين اي شركه يكون عندها مكتوب موجود على الحيط، ولازم يكون في سوبرفايزر مناوب يكون موجود، لانه كل ما كبرت الشركه لازم يكون دائما في واحد مسؤول عن السيفتي. فكل شركه تتبع نوع او تطلب نوع معين من السيفتي. مثلا شركات بتطلب مثلا الورك ان هايت سيفتي اللي هو حتى تشتغل بالمرتفعات، فانت حسب نوع الشغل اللي انت بدك اياه بدك تكون ماخذ هاي السيفتي. هلا يمكن انت مش شرط انت كانديفيديوال كشخص تاخذها، بس الشركة لازم يكون عندها بلان عام لهي السيفتي. كل شركة دائما لازم يكون انت بالاساسي، يعني لازم يكون عندك سيفتي شوز اللي هو ستيل تو شوز، ولازم يكون عندك جلاسز وهارد هاتس sometimes حسب وين انت بتكون، واللي هو الفيست اللي هو البي اي بي يعني الريجولر الاشياء الاساسية بالكونستراكشن وورك، لازم يكون عندك هارد هات سيفتي شوز وسيفتي جلاسز واللي هو الفيست اللي بتكون اورنج والهارنس. وحسب هلا حسب انت وين بتروح في اي مجال في الاندستري ممكن يطلب منك، زي احنا مثلا طلب منا انه ورك ان هايتس، احنا لانه بنطلع على بيم بنطلع على الطابق الثاني لازم يكون عنده دائما سيفتي. عملنا كورس للشركه للموظفين كلهم واعطيناهم كل واحد رخصه يكون مرخص لمده سنتين في هذا الموضوع. حلو هاي الشغلات مهمة جدا، لأنه يمكن يعني لازم الواحد يهتم فيها، خاصة لصحته وصحة زملائه والناس الانفيرومنتس اللي معه، لا سمح الله صار إشي مع واحد زميله يقدر ينقذه على الأقل قبل ما تيجي الإسعاف. طيب الترويج لهاي المهنة، هل الترويج لها صعب؟ يعني إنكم تلاقوا زباين مثلا، أنا عندي بزنس والله ما يمكن مش كل البزنس نفس الإشي، هل سهل تلاقي كونتراكت مع ناس أم هو الترويج لها صعب؟ شوف زي أي بيزنس، أنا عامل كورس أونلاين how to start your own business ففي هذا الكورس بحكي كثير عن where to start where to end what's the goal and the mission statement of the company how to start what's holding you back. الجواب البسيط It takes time to build your name and the trust so people can trust you. Okay. هلا مثلا أنا عندي أول ما بلشت المصلحة مين أنا؟ عبارة عن شخص. صحيح. طيب إذا أنت كسرت الحجر تبع البيت، طب إذا أعطيناك ديبوزيت مش رح تأخذه وتفل، في بعده ما فيش عندي أنا ريفيوز، بعده ما عندي هيستوري. بس always I start with the initiative. إنه I'm here to make sure I guarantee the satisfaction of the job and I know what I'm doing. Safety first and we will deliver the job. This is what you need and we'll deliver it. Now, في دائما فترة زمنية لازم تمر حتى أنت تبني التراك ريكورد، إنه والله أوكي هذا الزلم اشتغلنا معاه أول مرة، أوكي راح نعينه مرة ثانية، لا والله اشتغلنا معاه خرب الدنيا مش راح نشتغل معه. ف لما يصير أنا دائما بقول لما يصير مشكلة كيف تتعامل معها؟ هسا الوضع الطبيعي تروح تشتغل الشغلة بحاسبوك بتاخذ مصاريك وتروح، بس إذا صار خلل كيف أنت بتتعامل معه
هون انت بتبني سمعتك. فانا في هذا البزنس في طرق انك تعمل جوجل، يعني بتعمل ويب سايت، بتعمل عليه جوجل سيرش انالش سيرش انجن اوبتمايزيشن، بتعمل كيورد ريسيرش، بتعمل مثلا بيد ادز كليك بير كليك باي فور كليك، يعني هاي تبعت الفيسبوك ادز، بتقدر تعمل صفحه على الفيسبوك، بتقدر تبلش هذا البزنس. بس بتاخذك فتره لما توصل انك تشتغل مع كونتراكتريه يعرفوا انه احنا خلص طارق اشتغلنا معه اكثر من سنه، بنعرفه لما يجي هذا المشروع بنرن عليه نعطيه حسابه بخلص لنا الشغل، صار مشكله بنروح بنعدلها، شغله مش مزبوطه بالمية بالمية بنصلحها، هيك بصير. ف مطلوب مطلوب. سؤالي الاخير اللي دائما بساله لجميع الضيوف، كيبيك وما ادراك ما كيبيك، هل عندك معلومات هل تختلف عندها الأنظمة ولا تقريبا نفسها نفس أنتاريو؟ هلا كيبيك كل هلا هون المفارقة إنه حتى لو أنا ناجح في هاي الشهايد هون لازم أبلش فيها من جديد في كيبيك، لازم أبلش فيها بجديد بإدمنتون، لازم يعني مش عارف يعني province by province، يعني province by province. أوكي، أكنك رايح على دولة ثانية، يعني أكنك منتقل على Welcome to Canada، على المكسيك. أهلا وسهلا طارق، أنا كثير انبسطت معك، بدي منك نصيحة للشباب سواء الحدادين اللي جايين جديد ما يضيعوا المهنة لأنها كويسة أو لا، سواء الشباب اللي مش عارف يجد مهنة، نصيحتك إنهم بشكل عام. النصيحة هي إنه اسأل حالك وين أنا بكون بعد 5 سنين إذا أخذت هذا الخط؟ عشان أعطيك فكرة، أنا لما بلشت الحدادة وتعلمت 20% من الحدادة ولا حتى 10% فتحت محل بعد 6 شهور. أنت متخيل؟ بعد 6 أشهر فتحت محل، وبعد 10 سنين بقدر أقول لك أني حققت جميع أحلامي. هاي المصلحة خلتني أفتح بيت، أشتري بيت، عايش حياة رفاهية، اتعرفت على ناس بال 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 خلينا نقول بأونتاريو من أهم الناس من حيث الكونتراكترية، شركات بتعمل 200 ل 400 مليون بالسنة ماي كلاينت. عندك تورنتو كوميونيتي هاوزينج ماي كلاينت 300 بناية. ال- 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 الناس اللي تعرفت عليها ناس كاليبر عالي، ماديا كثير ساعدتني اتخطى، يعني كل اللي بلشوا معي خلينا نقول ظلوا موظفين او او او، لكن انا كصاحب بزنس عملت جمب. بيعتمد عليك اذا انت بدك تعمل مصلحة كبيرة، الفرصة موجودة وأنا بشجع أي شخص إنه يمشي فيها. بالبداية فيها تعب وفيها سهر وفيها تعب وفيها وفيها وفيها، ولكن بقدر أقول لك بعد 10 سنين من هاي المصلحة أنا بداوم في محلي 20% من وقتي، وال80% I created systems. أنا عندي my own CRM system customer relationship management اللي هو منتبع الزبون من الاستيميت للإنفويس للبروجكت، وين صار البروجكت تبعه. أنا بس drawing وهم they take it from A to Z بس. ما شاء الله. فأنا بقدر أقول لك إني سمي متقاعد. حياة مبسوط، وضع كويس. الحمد لله كل شيء كويس. بطور من نفسي. هاي المصلحة خلتني أقدر أعمل branching بأشياء ثانية. يعني عملت مثلاً hosting company، advertising company. عملت مثلاً أنا موسيقي وفنان. خلتني أقدر أصرف على هاي الموضوع. عندي هوايات الصيد وما صيد وأشياء كثير، ففي أكثر من مجال هاي الصنعة أتحت لي. طارق حداد، اليوم أنا كثير كنت مبسوط معك، حكيت لنا عن مهنة مهمة جدا، فتحت عيوني وعيون ناس كثير على هذه المهنة المهمة اللي إحنا طبعا يمكن في دولنا العربية شوي بنظروا لهاي المهن بشكل عام لأنهم أدول الناس يعني أقل هيك، لأنهم بالعكس هم في كندا أو في الدول الغربية بشكل عام هاي المهن مطلوبة لدرجة
مثال عندك طارق هيوب يعني لحاله هو حكى عن نجاحه في هاي المهنة والحمد لله شو وفقه، والأرقام اللي كان يعطيها يعني للي مش موجود في كندا أو اللي ما بعرف هاي الأرقام تعتبر فوق المتوسط، يعني ناش تحكي إنه ملياردير ولكنها فوق المتوسط. فبدي أشكرك كتير طارق وأتمنى لك كل التوفيق باسم وباسم جميع المشاهدين، نتمنى لك ولوالديك كل الحب والمغفرة والرحمة يا رب ويخلي لك إياهم إذا ما موجودين. أخواني وإخواتي إن شاء الله نراكم في حلقة قادمة في مسار مهنتي، إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله.